امرأة تعيش في قصر وترتدي أثمن الملابس، ولكنها فقيرة جداً. ما هو مفهوم الفقر وماذا يعني فقر الفرص؟ الفقر هو الحرمان من الفرص. الفقر هو إننا نسيب الناس ما عندهاش قدرة على الاعتماد على نفسها. وفي القصص الملهمة، هالة فؤاد تحكي تجربة محامية في الصعيد. أنا مبدئياً كنت أول محامية تشتغل في المحاماة بعد الزواج. هل يوجد حق بالتعويض عن العمل لمدة عام فقط؟ في الشغل في القطاع الخاص، العقد شريعة المتعاقدين. زوجة ببيت عائلة، أخذ زوجها ذهبها وطردها ووالدته من المنزل، ماذا تفعل؟ تقدري تعملي تمكين من منزل الزوجية حتى لو في قلب بيت عيلة. ما هي إجراءات التعامل مع زوجي يرفض التطليق؟ إحنا بنتكلم على إننا عايزين نتطلق، ده سكة إننا نرفع طلاق أو خلع. برنامج حكايات نهاد مع المحامية نهاد أبو القمصان، السبت 20 فبراير الساعة 5:30 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.